في بعض الوزراء قاموا بعدة نشاطات كلهم في مجاله. وزير التربية والتعليم اللي احنا اتكلمنا عنه في المقدمة الدكتور الهلالي الشربيني تفقد عدد من المدارس علشان يقف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد، وكمان عشان يتابع أعمال الصيانة. الوزير زار تحديدا مدارس مصطفى كامل لرياض الأطفال والتعليم الأساسي، ورفعت طهطاوي الثانوية بنين، ومدرسة الشروق الإعدادية بإدارة بولاء الدكرور التعليمية في محافظة الجيزة. تفقد قاعات رياض الأطفال في المدارس، ودي صورة من صور الجولة بتاعت الوزير، وأوصى بدهان هذه القاعات، إشاف الفصول ودورات المياه، وطالب بنظافة المدارس واستكمال عمليات الصيانة بها قبل بداية العام الدراسي الجديد. أثناء ما كان يعني الوزير بيقوم بهذه الجولة شاف مراجيح وألعاب خاصة في الأطفال قدام إحدى المدارس، فوجه مدير إدارة بولاء بمخاطبة المحليات علشان يشيل هذه المراجيح. الوزير كمان وهو بيتفقد إحدى المدارس شاف حنفية مكسورة، وقال لمدير المدرسة لو الحنفية دي في بيتك هتسيبها كده؟ عندنا فيديو يا جماعة للوزير، طيب نشوف اللي الوزير قال ايه كده كمان في هذا الفيديو. المناظر دي ممنوعه شكلا وموضوعا. قول واحد احنا بنبص كده وبنتعرف على بعض، بس لو جيت لك تاني لقيت الكلام ده مش هيبقى كويس. بسالك سؤال، انت المدرسه لو الحاجه دي في بيتك هتسيبها كده؟ هتسيبها لمده ايه بس سؤال؟ يعني لو الحاجه دي في شقتك او في بيتك هتصلحها بعد كده؟ مش هقدر اسيبها لمده ساعه بس. الله ينور عليك، بس ده اللي انا عايز اسمعه.